كمان الله بسم الله الرحمن الرحيم سواء حسين زلك من يغنى على ظهرك يلا ظهر عرف احسن محسن جعفر واحد من الناس. طيب هل انت مؤيد او معارض لجرائم الحاجات في هذا الوقت؟ وهل في تعارض بينه وبين مخالف الثوره ولا انا بقول ان كل ما هو يقصر الشعب ما كانش يجب الدفع بيه اولا. كل ما هو يؤدي لانقسام الشعب ما كانش يجب الدفع بيه اولا. لكن لو هنتكلم عن الانتخابات انا معترض على قانون الانتخابات، مع ان انا مرشح لمجلس الشعب وجمدت حملتي علشان اجي هنا التحرير، لان هدفنا التغيير. التغيير مش بالكراسي، لكن التغيير بيحصل هنا في التحرير. العمليه الانتخابيه شبه العوار. دلوقتي انا كراجل مرشح الاقي نفسي متشتت في دايره فيها 230 قريه، بخاطب 750 الف ناخب بينافسني اعضاء الحزب الوطني واعضاء مجلس الشعب السابقين واخرون مفتوح قدامهم الاعلام بيتكلموا كل يوم، وبواجه ان انا شايف ان التيار خط قضيب الانتخابات قطر الانتخابات ماشي على نفس القضيبين اللي هو قبل الثوره، اللي معاه مال يقدر ينتشر، واللي معاه حزب او جماعه ممكن تدعمه ممكن تعمل له انتشار. والناس هنا راجل الشارع بيخلط بين كفاءه المرشح وتمكنه من هو يؤدي اداء تحت القبه ومدى قدرته على الانتشار، فاغبي